أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا مسجدنا الأقصى، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا بقوته سبحانه وتعالى على استرداده إلى سيادة وحضيرة المسلمين. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشهدائنا وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم، وأن يغفر لهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، ها هم اليهود الذين لم يتغيروا ولم يتبدلوا على مر التاريخ، بالرغم من أن المسلمين قد مدوا إليهم يد التفاوض، ومدوا إليهم يد التعاقد، ومدوا إليهم يد السلم والاتفاق، إلا أنهم دائما نقضت العهود، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، وكما حدثتنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم اليهود يكشرون عن أنيابهم كلما سنحت لهم الفرصة، يعيثون في الأرض فسادا، يفتنون عباد الله، يطغون في أرض الله تبارك وتعالى، يحيكون المؤامرات ويدبرون المخططات، لا يسعون أبدا إلا لمصلحتهم. فإن جنحوا للسلم فإنما يجنحون لأن لهم في هذا السلم مصلحة، ولا يراعون في سلمهم وفي معاهداتهم وفي اتفاقياتهم أي مصلحة لغيرهم. وإذا جنحوا للحرب فإنما أيضا يجنحون إلى هذا الخيار لأن فيه مصلحتهم، فإنهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، كما ذكر ربنا ذلك عنهم في كتابه العزيز. لذلك عباد الله، في وطأة معيشتنا مع هؤلاء الملاعين وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا على وجه العموم، وشعبنا الفلسطيني المرابط على ثرى بيت المقدس، هذه البلاد المباركة وهذه البلاد المقدسة التي وردت بركتها في كتاب الله في غير ما آية، ووردت قدسيتها أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى على وجه الخصوص، لا بد لنا أيها الإخوة من تذكير
والذكرى تنفع المؤمنين. بحقيقة هؤلاء اليهود التي سطرها الله تبارك وتعالى في كتابه في كثير من الآيات، والله تبارك وتعالى قد جعل لنا في هذا القرآن ذكرا وعزا وشرفة ومكانة وسؤددا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالقرآن والسنة فيهما حماية من الضلال، وفيهما حماية من الذل والهوان، وفيهما الكرامة للمسلمين والعز والشرف والمكانة والرفعة والسؤدد والسيادة. لذلك أحببت في هذه الخطبة وفي هذه الظروف العصيبة ونحن نشهد تكالبا من اليهود على هذا الشعب المرابط المسكين، أحببت أن أذكر بصفات هؤلاء اليهود، لأننا لعلنا نسينا أو تغافلنا أو تجاهلنا، لأننا مددنا إليهم يد السلام وهم عضوا هذه اليد التي مدت إليهم. فكان لزاما علينا أن نذكر بهذه الصفات الخسيسة التي أودعها الله تبارك وتعالى بهم. فمن صفات اليهود، ولا أدعي أنني أستطيع أن أأتي على جميع هذه الصفات الحقيرة، ولكن حسبنا أن نذكر بعض هذه الصفات التي ذكرنا الله تبارك وتعالى بها كي نعلم من هو عدونا وما هو حجمه وما هي صفاته، كي نكون على علم وبصيرة، وكي نرى مواطئ أقدامنا في تعاملنا مع هذا العدو الغاشم الذي لا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة. من صفات اليهود أنهم أساءوا إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم نسبوه إلى العيب والنقص. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم، أساءوا إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين. أفلا يسيئون إلى أنبيائه؟ أفلا يسيئون إلى البشر والخلق الذين خلقهم الله تبارك وتعالى؟ نعم يا عباد الله، أساءوا إلى الله تبارك وتعالى، وأساءوا إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من صفاتهم الخسيسة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، اسمع، ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا مالوا وفريقا تقتلون. إنهم كذبوا الأنبياء، إنهم عادوا الأنبياء، إنهم حاربوا الأنبياء، إنهم قتلوا الأنبياء. فهؤلاء الذين نتعامل معهم هم الذين قتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى، هم الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أي فرصة وفي كل لحظة كانت تسنح لهم، كانوا يسعون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن صفاتهم عباد الله أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن صفاتهم الخسيسة أنهم نقضة للعهود والمواثيق والاتفاقيات. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم يهود، وهذه شهادة الله تبارك وتعالى فيهم، وهذه صفاتهم. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. دائما يتولون، ودائما ينقضون، ودائما يحاربون، ودائما يفسدون، ودائما يخططون، ودائما يتآمرون على البشرية، ليس على المسلمين فقط وإنما على البشرية جمعا، لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم يعتبرون أن جنسهم هو أعظم الأجناس، وأن دينهم هو أفضل الأديان، وأنهم شعب الله تبارك وتعالى المختار، فلا يبالون في أحد ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة. ومن صفاتهم أيضا أن الله تبارك وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقال الله تبارك وتعالى: اسمع يا عبد الله هذا كتاب الله. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. فلا تستقيم أمورهم ولا تستقر إلا بحبل من الله، أي عهد من الله تبارك وتعالى يحقن دماءهم ويرعى شؤونهم إلا بحبل من الله. وهذه كانت بالعهود التي كانوا يأخذونها إما من رسول الله أو من الصحابة أو من خلفاء المسلمين عبر التاريخ، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولذلك اليهود الآن لا بد لهم من راعي، لا بد لهم من راعي يرعى شؤونهم، ليس لهم قوام إلا إذا كانوا تحت مظلة أحد من الناس أو تحت جناح دولة من الدول. وها هم الآن إنما هم تحت جناح أمريكا المنافقة التي تدعي أنها تريد السلام وأنها تريد العدل وأنها ترعى حقوق الإنسان والحيوان، وهم والله من أبعد الناس عن رعاية هذه الحقوق، من أبعد الناس. فهذه صفات اليهود، وهذا كتاب ربنا تبارك وتعالى. فماذا ننتظر أيها الإخوة من هؤلاء الحقدة، هؤلاء الفسدة، هؤلاء الكفرة، هؤلاء الظلمة الذين بلغ طغيانهم
أنهم أساءوا إلى الله رب العالمين، وأساءوا إلى أنبياء الله، بل وقتلوهم. عباد الله، هذه حقيقة لا بد أن نستحضرها، ولا يمكن لمؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى أن يتغافل عنها أبدا. إياكم إياكم أن تغفلوا عن هذه الحقائق الذي سطرها القرآن الكريم، الذي بدأ من الله تبارك وتعالى وإليه يعود. والجدير بالذكر إخوتي في الله أن العلماء، علماء التفسير، قالوا إن الله تبارك وتعالى خاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبهم بما كان من أسلافهم وأجدادهم، بما فعله أسلافهم وأجدادهم وآباؤهم في الماضي. ومعلوم من شرع الله تبارك وتعالى أن الله لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد، لا يأخذ الولد بجريرة والده، ولا الوالد بجريرة ولده، ولا الزوج بجريرة زوجته، ولا العكس. فكيف نعى الله تبارك وتعالى عليهم، على اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الأمور إنما وقعت من أجدادهم وآبائهم وأسلافهم؟ قال أهل التفسير: لأن هذا الجنس من البشر، وهذه الشريحة من الخلق، شريحة اليهود، تستمر فيهم هذه الجينات الخبيثة وهذه الصفات اللعينة المستقذرة، يتناقلونها والعياذ بالله من جيل إلى جيل، ويتوارثونها كابرا عن كابر. لذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى بما كان من أسلافهم. وهذا من أكبر الأدلة على أنهم والعياذ بالله خلق فاسد من خلق الله تبارك وتعالى، خلق فاسد من خلق الله تبارك وتعالى، لا يمكنه للبشرية أبدا أن تتعايش معه. لذلك يا إخواني، حتى أوروبا وحتى أمريكا وحتى 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 إنهم لفظوهم عن بكرة أبيهم، لفظوهم، لفظوا اليهود عن بكرة أبيهم وألقوهم إلى بلاد العرب والمسلمين، ليس محبة فيهم، وإنما خلاصا، خلاصا من إفسادهم وطغيانهم. لذلك عباد الله، كونوا على هذا، كونوا على علم بهذا، وكونوا على بصيرة من هذا، واحذروا وحاذروا وصابروا واصبروا ورابطوا، واتقوا الله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام
ولأهل لا إله إلا الله هم اليهود بشهادة الله. وفي هذه الآية إشارة إلى استمرار الصراع بين المسلمين وبين هؤلاء إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الدنيا وما عليها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المسلمين يتقاتلون مع اليهود حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، وهذا أيضا من صفاتهم أنهم جبناء، فيهم خور وفيهم ذلة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. اسمعوا القرآن يا أمة الإسلام، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه فرصة، هذه فرصة لنا أيها المسلمون أيها الموحدون، فرصة لنا من الله تبارك وتعالى أن هؤلاء قلوبهم شتى وإن رأيتهم مجتمعين، فرصة لنا أن نعيد بلادنا وأن نعيد مقدساتنا وأن نأخذ ونسترد ما سلب منا وأن نشفي غليل صدورنا من أعدائنا. تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. لفت سمعتها من بعض العلماء أن اليهود لما وصل طغيانهم ونال الأحجار والأشجار فإن الأحجار والأشجار تشهد عليه وتدل على مكانه. مش بس يا أخواننا طغيان اليهود بلغ إلى البشرية، بل ونال الجمادات وجميع الكائنات حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. ومما ينبغي علينا أن نستحضره في هذه الأوضاع الراهنة وفي ظل تجمع كثير من العساكر على الأمة الإسلامية، عساكر من الغرب واليهود والمنافقين، لا بد أن نستحضر أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، أن الله تبارك وتعالى ناصر أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. فالنصر حليف هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي علينا عباد الله إن كنا ننشد النصر إن كنا نريد العزة أن نعتصم بحبل الله كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا هذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ماذا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان القوي يأكل الضعيف ويسلب القوي الضعيف ويحارب القوي الضعيف، ولم تقم لهم قائمة بالرغم من تسلط أيضا الفرس والروم عليهم، ومع هذا خلافات فيما بينهم كما هو الحاصل الآن يا أخوان.
اليهود والغرب وأوروبا وكل قوى الشرك والشر متكالبة على المسلمين والمسلمون أيضا، خلافاتهم طاغية فيما بينهم. ما قامت للعرب ولا المسلمين قائمة إلا بعد أن اعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، ونسوا هذه القوميات وهذه العصبيات وهذه الإقليميات وهذه الحزبيات، وكانوا أمة واحدة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينبغي علينا إخواننا في هذه الظروف أن نتكاتف وأن نتعاون. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ينبغي علينا في خضم هذه الظروف أن نتناسى الأحقاد وأن نتناسى الخلافات وأن نرجع كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن نحذر من النزاع والشقاق والخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. علينا بالاتحاد، علينا بالاجتماع، علينا بأن نمحو صفحات الماضي المؤلمة وأن نتكاتف. عدونا غاشم، عدونا ليس في قلبه رحمة، عدونا يخطط ليل نهار من أجل اجتثاثنا من هذه البلاد، من أجل إخراجنا من هذه البلاد المباركة المقدسة. فكونوا على حذر يا عباد الله. هذه والله نصيحة مشفق، نصيحة مشفق على أحوال هذه الأمة التي آلت إلى ما آلت. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجمع بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتنا على توحيدك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبنا لك وحبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لشهدائنا الأبرار وأن تلحقهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بكلاءتك وارعاه برعايتك واحماه واحمه بحمايتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا والمسلمين فيه صلاة قبل الممات، اللهم اجعله عزيزا شامخا يا رب العالمين. اللهم رد أسرانا إلى بيوتهم سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين، وتقبل منهم ومنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سووا اعتدلوا ترصوا ولا تختلفوا حاذوا بين المناكب والأقدام صدوا الخلل لينوا بأيدي لا تذروا فرجات للشياطين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.